Oh!
وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعرض حائل وعارية مستدة وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة ولها فيه مثل ذلك صلوا على النبي الله صل عليه وسلم عليه يا رب ونطق بعجائب الشعر أكلبه وسطر شمس اليقين دخانه
وعبدت من دون الحق المبين أوثانه فلم يزل صلى الله عليه وسلم يطفئ بالإيمان ذرامها ويبرأ بالقرآن سقامها صلوا على النبي الله صلى الله عليه وسلم